يعني الكيت كات وجدل واسع جدا. مثلا ده كان مشهد كوميدي، ازاي المشهد الكوميدي بهذه الموسيقى المليئه بالشجن والموسيقى اللي فيها غربي كتير قوي طبعا ما عدا العود، صوت العود. هو هنا الموسيقى ما بتكلمش على الكوميديا، لان الكوميديا موجوده في الصوره، الصوره واضحه جدا، ونص المشهد الاولاني هو معمول من غير موسيقى، وبعدين دخلت الموسيقى على النص تاني المشهد. الموسيقى هنا بتتكلم عن هذا العاجز الذي يتحدى عجزه، فاقد البصر ويتحدى عجزه بانه بيسوق موتوسيكل وهو اعمى. فهنا بقت الموضوع مش الفكاهه والشكل الجميل الكوميدي اللي معمول بيه المشهد، قد ما الفكره هنا ان هذا العاجز الكفيف بيتحدى عجزه لدرجة ان هو يسوق موتوسيكل. قوموا تحدوا عجزكم، كل واحد جوانا ابنه اللي هو مفتح وصغير، تحسي ان هو العاجز جنب الاب اللي هو عاجز بس في نفس الوقت عارف الدنيا ومتصالح معاها. فهنا الموسيقى عبرت عن البعد ده مش البعد الكبير. هل موسيقى الكتكات وقتها ما خدتش حقها ويمكن خدت حقها بعد سنوات؟ ده حقيقي، وكان الفيلم طبعا كان فيلم جماهيري طبعا، جماهيري وقعد معرفش بوكس اوفيس يعني ولا حاجة. وكان بيتكتب عليك يعني كفت يعني نقد هايل، الا الموسيقى وفي ناقد يعني مهم وانسان عزيز جدا كتب يعني مش هجوم بمعنى الهجوم يعني، انما ناقد انتقد الموسيقى. بعد 5 سنوات كلمني في التليفون وقال لي انا سمعت الفيلم امبارح في التلفزيون اتذاع، انا غريبه انا معجب بالموسيقى ومش عارف، انا يعني ساعتها ما كنتش فاهم اللي انت عامله. هل موسيقى راجح؟ فهو الفيلم الموسيقى في الفيلم ده كان صدمه في البدايه.